ليا، خلينا نبلش معك بالبداية. كيف بتعتني ببشرتك بفصل الشتاء؟ نعتني ببشرتنا، نحن اكثر العالم لازم نعتني ببشرتنا لانه كثير تمام. بنتعرض للميك اب بشكل يومي تقريبا، وللاضاءه، هي الاضاءه اكيد كثير مضره بالبشره. يعني مبدئيا اهم شيء انه ننظف وشنا قبل ما ننام، ونستخدم لكل بشره لها اكيد مستحضرات للعنايه فيها تحت اشراف الدكاتره اكيد. يا سمر، اكيد مثل ما قلتي لازم دائما نقيم الميك اب بالليل، ما ننام بالميك اب، دائما يكون في عنا كريمات نهاريه وليليه واكيد مزيله للميك اب. كيف بفصل الشتاء تتعرض البشره اكيد للجفاف، كيف نحن بنقدر نحصل على بشره نضره ومشرقه وخاليه من الشوائب؟ لنتعرف اكثر على هالتفاصيل معنا اخصائيه البشره مرح رجيس. يسعد صباحك مرح واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك. بالبداية يعني كثير من السيدات اللي عم يتابعونا، وخاصة اليوم السبت أغلب الناس هن معطلين، كثير من الناس يمكن ما بيروحوا لأخصائيين بشرة أو لأطباء بشرة يمكن بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة. خلينا نبلش بالشتاء، كيف فينا نهتم ببشرتنا من مطبخنا أو من شيء هو متواجد عنا بالبيت لحتى نحن نهتم ببشرتنا ونريح جيبتنا؟ هلا بالبداية في عنا بدنا نعرف أول شيء شو بده يصير ببشرتنا بالشتاء تحديدا عن الصيف. أكيد أغلب البشرات بصيبها جفاف قوي كتير بالشتاء لعدة أسباب. أول شيء طلب جسمي للمي بيقل، استهلاكي لشرب المي بيكون أقل من فصل الصيف، فهذا الشيء بخليها سبب من أسباب إنه بشرتي تكون ناشفة، جلدي أشهر. في عنا سبب تاني هو إنه وقت إحنا بنتحمم، قد ما بنكون بردانين بنتحمم بمي سخنة كتير. لما بنتحمم بمي سخنة كتير نحن بهي الطريقة عم ننشف بشرتنا ونطالع منها كل الدهون بطريقة مبالغ فيها. هلا هدول السببين اكثر سببين هن بيسببوا جفاف البشره، فنحن بدنا نحاول. اكيد ما رح اقدر لكم انه نتحمم بمي بارده او انه نجبر حالنا على انه نشرب مي بشكل زايد، بس اهم شيء انه نحن على الريق على القليل نشرب كاستين مي. وبالنسبه لانه المي السخنه اللي على بشرتنا لازم نتبعها على القليل على البشره بانه نعمل دور مي بارده حتى نقبض المسام، وحتى اخر شيء باخر يعني الحمام او التغسيل لازم يكون في دور مي بارده على السريع لبشرتنا حتى نرجع دغري نقبض المسام ونحافظ على بشرتنا مشدوده ويعني ما تفقد هالكم الهائل من الزيوت والدهون اللي فيها. تمام. بالنسبه للعنايه بفصل الشتاء بشكل عام، نحن ممكن قد ما تنشف بشرتنا حتى المرطبات نلاقيها تمشي بصعوبة على البشرة، فأنا بنصح أكيد إنه نحن نتجه للزيوت لبشرتنا، مثلا زيت جوز الهند أكثر زيوت اللي أنا بحبها، ممكن زيت الزيتون دائما. كمان زيت جوز الهند هو مزيل للميك اب، كثير بيستخدموه الناس، بيقولوا إنه هو منيح بيضل على البشرة وبالشرب. له دور، له دور كمان. بس أنا بفضل نستخدمه بعد ما نكون نظفين بشرتنا، بعد ما نكون متأكدين إنه مسماتنا نظيفة، إذا كان في ميك اب نكون ماسحينه عن البشرة. زائد إنه بالشتوية نحن لازم نستغل، هلا مثل اليوم البرد والمطر وما في شمس، نستغل هاي الأيام بتقشير بشرتنا. تمام. هون بدي احكي على نقطة كثير مهمة، كثير من الصبايا بيلجأوا لتقشير بشرتهم بفصل الشتاء ومثل هالجو، كيف طريقة التقشير الآمنة برأيك؟ شو ممكن يستخدموا هن الماسكات بالبيت إذا ما حيروحوا عند أخصائية بشرة؟ هلا بفصل الشتاء هو أول شيء أحسن وقت لتقشير البشرة، يعني أنا بالصيف بقول إنه ما في داعي نعمل تقشير لبشرتنا إلا بنهاية الموسم، لأنه مثل ما بنعرف عندنا شمس قوية، عندنا ممكن نتشمس، ممكن أجهزة سولاريوم، هيدي كلها إذا استخدمنا مع التقشير هذا الشيء بخلي بشرتي ممكن تتصبغ، ممكن يصير فيها كلف، ممكن يصير فيها نمش، فأنا بستغل هذا الشيء ودائما بحاول بنهاية موسم الصيف وخلال فصل الشتاء هون بقى بلش أنا بالتقشير. في كتير صار أنواع للتقشير، في تقشير بمواد كيماوية، أحماض فواكه، في تقشير بأجهزة إن كان فراكشنال وإن كان كربوني، هدول كلهم نستخدمهم تحت يعني عناية أو تحت استشارة أخصائية البشرة أو دكتور الجلدية لحتى أنا استخدمه بطريقة تفيدني، او على القليله انه انا ما تضرني ما تعمل لي تصبغات. اما بالنسبه لانه انا اعمل تقشير بالبيت، ففي اول شيء في عندنا مراهم نحن بنقدر نجيبها من الصيدليات للتقشير، بنقشر بشرتنا كمان حسب استشاره الطبيب، وهي اسعارها بسيطه ومفعوله حلو. وفينا كمان بشغلات من البيت، سكرابات نعملها،
نشتغل على تقشير مثل شو سكرابات نسمع مثلا سكراب القهوة بنسمع سكر بنسمع حل مزبوط في عنا كتير أنواع سكراب هلا أكتر شي شائع هو القهوة مع السكر وزيت الزيتون تمام. سنوات تجي لعند الصبية بتقلي بس أنا عم بحس مشرتي عم بتزيت من هذا السكراب بدل ما تنشف أو يروح الجلد الميت ففي عنا خيارات تانية مثلا ممكن أنا جربتهم من جديد وحبيتهم ممكن شوفان اللي هو هلا بكل شيء هيك ضارب يعني موضه عن جد وهو بالفعل شيء كثير مهم وكثير مفيد بيحوي على بروتينات بيحوي على فيتامينات كثير منيحه. نطحن الشوفان طحن بنقعه بمي فاتره أوكي. وبعدين بنستخدمه كمقشر لانه فيه خشونه فنحن بنقشر بشرتنا فيه وهو حلاوه الشوفان انه ما بيعمل تهيج لاي نوع من البشرات هو فيه بعناصره ومكوناته الغذائيه مواد او فيتامينات بتهدئ البشره ما بتخليها تتحسس او تقب. في عندنا كمان جوز الهند معلقه جوز هند مع معلقه سكر كمان فينا نخلطهم ونحطهم على بشرتنا كثير بيعطي شيء حلو. مرح كيف طريقه الاستخدام خلينا نخبر الناس وقديش بالاسبوع لازم. هلا طريقه الاستخدام حسب كل منتج ومثل ما قلنا الشوفان مي فاتره وبنفرك بشرتنا طبعا ضروري الطريقه خلينا نحكي بدنا نكون مرطبين بشرتنا يعني نكون مغسلين بالمي بعدين بدنا نفرك الماده اللي بدنا نحن نعملها بدنا نفركها على البشره لمده دقيقتين لثلاثه على قليله لحتى نكون قدرنا نتخلص من كل الجلد الميت لانه الجلد الميت كتير اوقات اذا ما ساعدنا احنا حالنا انه نطاعه ممكن يعلق بالبشره يعلق عنا الزيوان يعلق عنا الدهون ننتقل من الاوساخ على البشره لالتهابات مثلا او حبوب ملتهبه. كتير من الصبايا كمان بهالوقت عم بيعانوا من مشاكل حبوب بالوجه خلينا نحكي هاي المشكله كيف بتنحل كيف ممكن يستخدموا ماسكات طبيعيه ولا مثلا في ادويه مثلا مثل الريتان اللي عم يتاخذ هلا بشكل كتير كبير كمان نحكي على مشاكله والعلاج كيف برايك. هلا بالنسبه للحبوب دائما وقت بتجي صبيه مثلا انا بالنهايه اخصائيه بشره ما حقدر اعالجها بحبوب او ادويه ولا حقدر اوصف لها شيء من عندي بس هي بتجي بتفكر انه الحل انه والله انا اذا عملت تنظيف بشره بشرتي حتصير نظيفه حتلمعها لا هذا الشيء مو صحيح وخاصه اذا كان في حبوب ملتهبه لانه هيدي الحبوب الملتهبه اكيد لها عوامل داخليه من جسمي بسبب مشاكل انا عندي اياها داخليا بجسمي لحتى عم بتطالع لي هذا الشيء لان دائما بيقولوا البشره مرايه المعده مثلا ممكن من اكلي عم بتحسس ممكن من النظام الغذائي اللي انا ماشي عليه الاكل اللي فيه هرمونات ممكن لخبطه هرمون بجسمي ممكن عوامل وراثيه ممكن اكياس على المبيض هيدي كلها بدنا نتاكد انه انا ما عندي فيها مشاكل لحتى بعدين افكر اني كيف بدي اعالج بشرتي من الخارج. هلا في كثير عندنا بالصيدليات معقمات في كثير عندنا منتجات نستخدمها بس برجع بقول اذا مو السبب الداخلي كان انا متاكده انه السبب الداخلي سبب بس في مشكله بالحبوب هون شو الماسك المناسب هون بيكون طبيعه الجسم تمام بدنا ماسك مناسب طبيعه البشره طبيعه الجسم هي انا طبيعه بشرتي طبيعه جسمي هي بتعطي حبوب لفتره محدده ممكن حب شباب ممكن مراهقه. هلا اخر حل هو بيكون الريتان مثل ما قلتي اكيد اخر حل لانه مثل ما له عوامل ايجابيه كمان له عوامل سلبيه بس نحن للبشره اللي فيها حبوب كماسكات دائما بندور على الشغلات اللي بتنشف لازم انا وقت تكون عندي مثلا بتجي صبيه بتقلي انا والله عندي حبوب عم بستخدم هالمرطب لا غلط اما هي الحبوب سبب الاساسي انه في زياده دهون في زياده زيوت وين انا بدي ارجع احط لها مرطب يعني انا عم زيد الطين بله ما بصير لازم انا اشتغل على اني نشفها استخدم كل المواد اللي هي بتنشف البشره مثلا انا عندي حبوب ما بقدر استخدم افوكادو لبشرتي غلط لانه هو فيه دهون صح هي الدهون صحيه صح هي الدهون منيحه بس هي بالنهايه مو لهي البشره. الليمون في من خصائصه انه هو بنشف البشره ممكن نستخدمه على بشرتنا ممكن بس نستخدم اذا كان بيور ممكن يحرق مزبوط بس هو بالنهايه عم ينشف بشرتي عم بيعقم هيدي الحبوب بدنا نتحمل شوي من الحرقه او من الالم او بدنا نراعي حالنا شوي بس بالنهايه هو كخصائص منيح للبشره ممكن نعنع نطحنه نحط معه عصير ليمون ونحطه على بشرتنا ممكن اذا ما كان في حساسيه وهو في غالبا كثير بيعمل الفريز حساسيه بس كمان بينشف البشره بنستخدم شغلات فيها مثلا حمضيات قصص ما فيها كثير دهون ما فيها كثير زيوت لحتى نحن ننشف هيدي البشره وننشف هاي الحبوب. نعم مرح خلينا نحكي بنقطه كثير من الصبايا بيعمل فيلر بوتوكس والى اخره واليوم خلينا نحكي عن اهتمام البشره بوجود هي المواد في داخل البشره
بيأثر، أو ممكن إذا السيدة عاملة بوتوكس أو فيلر جديد ممكن هي فيها تقشر بشرتها، أو هذا الشيء بيأثر على العلاج، بيضر، بيتراجعوا هدول المواد، خاصة المواد صاروا هلا كثير غاليين، فما كلهم بيقدروا يرجعوا يجددوهم. هلا بالنسبة للفيلر والبوتوكس هن أكيد ضروريين وأكيد كثير عم يعطوا جمال إذا استخدمناهم بالطريقة الصح، بالطريقة اللي أنا لما بكون بحاجة شيء جمل بحالي، عدل بشكل وشي، بشكل خدودي، او عندي خطوط بالجبين، يعني في لهم ضروره اكيد باوقات محدده، اكيد مو على الرايحه والجاي انا استخدمهم، او اذا ما كان وشي بحاجه انا حب غير بخلقتي بس كرمال انه انا اجرب، لا اكيد لهم اوقات يعني لهم حالات اكيد بتحتاجهم. بالنسبه لانه نحن اذا بدنا نعمل تنظيف مثلا، انا دائما بفضل انه انا اعمل تنظيف بشره او تقشير بشره بعدين ادخل هيدي المواد لسببين. اول شيء انه انا وقت بدي احقن فيلر او بوتوكس على بشره نظيفه، فانا اكيد استجابه بشرتي وطبقات جلدي حتكون احلى لهيدي الماده. ثاني شغله، انا في عندي اذا بدي احط مواد، هيدي المواد بدها على القليله شهر لتثبت تماما ببشرتي، فانا كيف بدي اعمل سكراب وافرك وشي او اقشر وانا لسه المواد ما انا ثابته بوشي، ممكن تغير لي، ممكن ضر حالي او ضر شكلي من وراء هيدي القصه. صح، اكيد مرح. بدنا نصائح اخيره لكل الصبايا اللي عم يتابعونا اليوم. اكيد بدنا نهتم بغذائنا، بشرب المي، بناكل اكل فيه فيتامينات وفيه شيء بيفيد بشرتي اكثر من انه انا اكل اكل ما اعرف انا شو عم اكل، لانه مثل ما قلنا بالبدايه جسمي من جوا بيعكس على نضاره بشرتي. واكيد ما ننام بالميك اب، نحافظ على نظافه مساماتنا والتقشير الصحيح كل فتره وفتره. مرحة رمزي، نحن كثير بدنا نتشكرك اخصائية البشرة، شكرا كثير للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ويسعد صباحك. شكرا كثير مرح، وعن جد معلوماتك كثير مهمة وكلياتنا استفدنا منها، شكرا لك. صباحك. صباحك.